وللمزيد حول فعاليات أسبوع القدس العالمي ينضم إلينا عبر سكايب من اسطنبول المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياكم الله، أكرمكم الله. حياك الله. اليوم الثاني في أسبوع القدس العالمي، ما هي الأنشطة التي شهدها هذا اليوم خلال الفعاليات؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. نحن نعيش اليوم الثاني من النسخة الثالثة في أسبوع القدس العالمي، هذه السنة الثالثة التي تقوم فيه الهيئات العلمائية ومؤسسات المجتمع المدني في إحياء هذه الفعالية، فعالية أسبوع القدس العالمي، في الأسبوع الثالث أو الأسبوع الأخير عفوا من شهر رجب المبارك، هذا الشهر الذي يتضمن في أسبوعه الأخير ليلة الإسراء والمعراج. فاختار العلماء هذا الأسبوع لأجل تفعيل يعني موضوع الإسراء والمعراج، وتذكير الأمة بالقدس والمسجد الأقصى المبارك أنه ما زال محتلا، وأن العدو الصهيوني يعني يتربص بالقدس وبالمسجد الأقصى المبارك كل يوم. في اليومين الماضيين شهدنا أكثر من مؤتمر صحفي لإطلاق أسبوع القدس العالمي، وكان أهم مؤتمر صحفي هو المؤتمر الذي قام به الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين في الدوحة قطر، أيضا مؤتمر آخر كان في قطاع غزة. كان ينبغي أن يكون المؤتمر الرئيسي لإطلاق أسبوع القدس العالمي هنا في إسطنبول، ولكن حقيقة القلب لم يطاوع أن نعمل شيئا كبيرا في إسطنبول مع الألم الذي يعتصر قلوب إخواننا الأتراك خصوصا وقلوب الأمة جميعا، فقمنا بإلغاء تقريبا كل الفعاليات الكبيرة التي كان مخططا لها أن تتم في إسطنبول. عدد المؤسسات المنضوية ومتفاعلة ما بلغني حتى الآن قرابة 400 مؤسسة، وأنا أظن أن العدد أكبر من هذا بكثير من هنا حتى نهاية الأسبوع، لعل هذا العدد يتضاعف أو يزيد عن 400 بإذن الله. الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يؤكد على دور العلماء في التوعية بشأن قضية القدس، ما هو الواجب برأيك على العلماء في إطار التوعية بأهمية القضية الفلسطينية؟ العلماء لديهم منابر أسبوعية ولديهم منابر يومية، الدروس في المساجد، ولكن المنبر الأسبوعي صلاة الجمعة ينبغي لمنابر العلماء ومنابر المساجد أن يكون بينها وبين منبر المسجد الأقصى المبارك الأسير توأمة. ونجد أن دور العلماء في التاريخ دائما كان هو توعية الأمة وقيادتها نحو تحرير مقدساتها ونحو وحدتها وحل معضلات شعوب هذه الأمة عموما وليس فلسطين خصوصا، ولكن إذا تعلق الأمر بالمسجد الأقصى المبارك ثالث المساجد المقدسة التي تشد إليها الرحال، فهنا يتضاعف دور العلماء. ينبغي على العلماء أن يتفاعلوا معنا، فرصة من خلال منبركم المبارك من قناة الرافدين أن ندعو كل العلماء الذين سواء أعلنوا مشاركتهم في أسبوع القدس العالمي أو لم يعلنوا بعد أن ينضوا في هذه الفعالية، وأن يفعلوها في مساجدهم، يفعلوها في مناطقهم، نستفيد منها بتوعية الأمة حول حادثة الإسراء والمعراج، حول مكانة القدس والمسجد الأقصى المبارك عند المسلمين، حول وحدة الأمة، لأن وحدة الأمة هي طريق تحرير المقدسات والمسجد الأقصى المبارك. هل لديكم أي تخوفات تدفع للتأكيد على مسألة التوعية بقضية القدس والأقصى وما هي؟ أحسنت أخي الكريم، نحن لدينا تخوفات يعني من نوعين، التخوف في داخل فلسطين، الاحتلال يقدم الرواية الإسرائيلية لأبنائنا في المدارس، فنحن نستفيد من هذه الفعاليات الكبرى في غسل أو إعادة الوعي الحقيقي لأبنائنا، وخلينا نقول غسل كل ما ران على عقولهم من الرواية الإسرائيلية التي يقدمها المحتال من خلال المنهاج الذي يجبر أبنائنا على دراسته. أيضا هنالك عدد من الدول العربية التي طبعت أنظمتها، فنحن نحتاج مثل هذه الفعاليات الكبيرة أيضا عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت متاحة. ولدينا يعني كثير من الإخوة الذين لديهم
ملايين المتابعين أعلنوا مشاركتهم في أسبوع القدس العالمي، وهذا شرف لهم بل وواجب عليهم أن يجعلوا من صفحاتهم إعلاما بديلا للقدس وللمسجد الأقصى المبارك، ينشر هذا الوعي بين أفراد الأمة عبر متابعيهم فيخرجوا زكاة منصاتهم الكبيرة. بالمقابل، كيف ترى تحركات الاحتلال الصهيوني في تقليص مساحات الحركة تجاه القضية والقدس؟ الاحتلال يعني يصنع كل ما في يده، يصنع كل ما يستطيعه من التضييق على العلماء في داخل فلسطين، والطلب من الأنظمة المطبعة والقريبة منه أيضا أن تضيق على العلماء في بلدانهم. هذا شأنه، هو يعمل ما يريد، لكن نحن المسلمون ماذا يمكننا أن نعمل لمقاومة هذا الأمر الخطير الذي يعني يحرمنا من دور المسجد الرئيسي ومن دور العلماء الذين كانوا عبر التاريخ من لدن النبي صلى الله عليه وسلم، مرورا بكل علماء المسلمين الكبار، العز بن عبد السلام وابن تيمية الذين قادوا الحركات العلمية، الإمام الغزالي، الشيخ القسام في فلسطين، الأئمة العظام كانوا في العراق وفي الجزيرة العربية أيضا وفي المغرب العربي، كانوا يقودون حركات التحرر الوطني، ونحن الآن ننتظر منهم أيضا أن يقودوا حركة إعادة وعي الشعوب وإيقاظ أشواقها نحو مسرى نبيها صلى الله عليه وسلم الذي يعيث فيه الاحتلال فسادا ويقتحم المسجد الأقصى كل يوم 5 أيام في الأسبوع. المتخصص في الشؤون المقدسية الدكتور محمود الشجراوي، كنت معنا عبر سكايب من اسطنبول في بانوراما الرافدين، شكرا جزيلا لك.